في ولاية القيروان تحديدا اليوم ندوة علمية في إطار نصرة الشعب الفلسطيني البطل اللي واجه هذه الأيام الحقيقة مجازر إبادية جماعية رهيبة من تنظيم جامعة الزيتونة ممثلة في المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان. سعداء جدا بحضوره في ولاية القيروان معالي سفير فلسطين بتونس اللي حاضر بحضرنا اليوم، أكيد موجود بحضرنا هنا على مستوى مركز مدينة القيروان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، هذا بشرفني أن أكون بناتكم في هذه الجامعة العريقة وفي هذه المدينة التي هي كانت بداية إنارة الرسالة الإسلامية لشعوب العالم اللي امتدت على مدى التاريخ، فالقيروان لها تاريخها والجامعة لها تاريخها، فأنا سعيد جدا أن أكون حاضر اليوم بينكم. معالي سفير، يوم 7 أكتوبر استيقظنا أو العالم أجمع كان استيقظ على طوفان الأقصى، وهذا الخبر اللي اطلقاه العالم الكل وخاصة العالم العربي. معالي سفير فلسطين في تونس، كيفاش تلقيت هذا الخبر وشنو هو الإحساس اللي كان وصلك وقت اللي سمعت بطوفان الأقصى يوم 7 من أكتوبر؟ طلع، الشعب الفلسطيني لم يتوقف نضاله ثانية واحدة. إذا ما رجعنا تاريخ فلسطين اللي واجه استراتيجية كونية استعبادية اللي ساهمت فيها كل هذه القوى الكبرى التي هيمنت على مسارات العالم، وأقام الحركة الصهيونية لتبخير الهوية الوطنية الفلسطينية، وقاموا في مذابحهم منذ بداية القرن 18 والتاسع عشر في إطار الترتيبات، وبالرغم من الإمكانيات المتواضعة عند الشعب الفلسطيني استطاع أن يصمد أمام هذه الاستراتيجية الاستعبادية التي هي تمس الإنسانية. والمسار النضال الفلسطيني مستمر كل يوم كل ساعة كل دقيقة على كافة الجبهات، إن كان عند أهلنا الذين يعانون الآن من جرائم إبادة وتهجير في قطاع غزة، إن كان في عند أهلنا في الضفة الغربية محاولة مسح قرى كاملة، محاولة تهجير مدن كاملة، ما يجري من جرائم في مدينة القدس، ما يجري من جرائم تقسيمية وتفتيتية لأهلنا في 48. إذن المواجهة هي شمولية لم تتقدم، الآن هي اللي صعق الآخرين أنه أمام كل هذه الترتيبات والمؤامرات والضربات والمحاولات أنه ما زال هنالك شعب يقاوم، وليس يقاوم إنما يقوم أيضا بمهاجمة الآخر اللي هز هاي القوى الاستعبادية في العالم، هو هشاشة هذا الكيان اللي كان يعتبر حاله قاعدة تنفيذية تحمي مصالح هاي القوى الاستعبادية، فهذا هزهم من داخلهم. طفل فلسطيني في الانتفاضة الأولى كان يهز أكبر دبابة صهيونية، طفل فلسطيني في الانتفاضة الثانية نفس الشيء. يعني الجرائم لم تتوقف على مدار التاريخ، ولكن شعبنا صامد، وصمود هذا الشعب هو الذي هزهم من داخلهم، والآن الحقائق الموضوعية بدأت تتكشف لكل شعوب العالم اللي بدأت تراجع نفسها. وأنا بعتقد أنه أيضا هذه القوى الظلامية الاستعمارية الصهيونية اللي حاولت عمل استراتيجيات فوقية تجاه الشعوب الأخرى بدأت تنهار من داخلها. في ظل الوضعية الحالية اللي تعيشها فلسطين وقطاع غزة بصفة خاصة، رينا فما الدعم اللامشروط للكيان الصهيوني من قبل عدد كبير من الدول. في المقابل حبيت ناخذ رأيك في موقف الدول العربية في علاقة بالقضية الفلسطينية. طلع، يعني أنا اللي بهمني هلأ ما يجري في إطار تفجر الوعي الوطني لدى كل شعوبنا العربية في الموضوع. لذلك أنا رسالتي لأمتنا العربية أنه فلسطين، وهذا أعلنوا سيادة الرئيس قيس سعيد هوني، أعلنوا الطفل التونسي، أعلنوا الطالب التونسي، أعلنوا القيادات المؤسسات والتنظيمات والهيئات التونسية أن الفلسطيني في إطار صموده على أرضه لا يدافع عن حقه فقط، هو يدافع عن مخطط استراتيجي استعبادي
هدفه كان زرع قواعد تنفيذية لتفتيت الوطن العربي والهيمنة على مصادره. فمن يعتقد أنه يتضامن مع الشعب الفلسطيني فهو مخطئ. في الواقع صمود الشعب الفلسطيني هو وقوف مع أمتنا العربية. الوقوف مع النضال الفلسطيني والصمود الفلسطيني هو وقوف مع الذات، هو وقوف مع الوطن، إن كان في تونس، إن كان في مصر، إن كان في دول الخليج، إن كان في العراق، في سوريا، في المغرب، في الجزائر، في كل مكان، في موريتانيا، في حتى في القارة الأفريقية. الوقوف مع الحق الفلسطيني هو وقوف مع الذات، وقوف مع الحق الإنساني. والآن بدأت هذه الحقائق تتفجر لدى الرأي العام اللي خرج من حلقة استعباد العقول في الغرب، لأنه 90% من عقول المجتمعات الغربية مسيرة وليست مخيرة، ممنهجة مفبركة في الموضوع. الآن بدأنا نرى أنه الجيل الصاعد بدأ يكسر هاي الحلقات تبعت التسيير والتجهيل في الموضوع لحساب ما يسموا حالهم النخب القيادية التي تدير شؤون العالم لمصلحة نسبة مئوية لا تتعدى 5% واللي تغلغلت فيها الحركة الصهيونية وبديت تسيرها وتتحكم فيها، مع أنه الحركة الصهيونية هي صناعة هاي القوى اللي بتعتبر حالها أسياد العالم وعندها نظرة فوقية تجاه العالم، وفقدوا نظرهم نتيجة عن جهيتهم المبنية على الغرور والقوة. في ظل الوضعية ومواقف الدول العربية، حبيت ناخذ رأيك في موقف رئيس الجمهورية وموقف الدولة التونسية في علاقة بالقضية الفلسطينية. طلع هذا موقف مشرف لأمتنا العربية كلها، يعني موقف رئيس الجمهورية من خلال قراءة دقيقة وحثيثة ومراجعة شايف، وفي إطار نظرة شمولية. يعني إحنا منقول يعني إذا لم يكن نمحور الفكر في إطار قراءة ما يحدث في العالم وفي الكون، أي شيء منقوله لا مالوش أي علاقة. بدون المحور الفكرية في قراءة العالم، لأنه إحنا جزء من هذا العالم، فإن حتى العلم والثقافة والتربية والكلام عبارة عن ضياع وتشتت. شاية الرئيس عنده نظرة شمولية، هو عنده نظرة شمولية لكافة الإحداثيات إن كانت الداخلية الإقليمية والدولية، وبناء عليها بنى تصوره وأصبح عنده قناعة ووعي كامل أن الحق الفلسطيني هو مطلق لا يمكن المساومة عليه. وهذا عبر بشكل جماعي لكل فئات الشعب التونسي اللي خرجت تدافع عن هذا الحق وتقف في نفس الخندق مع هذا الحق الفلسطيني. إذن هنالك هذه كانت إشارة للعالم اللي فجرت هذا الوعي الكامن اللي كنا إحنا فقط نتمسك في شكله الخارجي، ولكن هنا دخلنا في مضامينه وفي مفاهيمه. وما قاله الرئيس قيس سعيد حول الحق الفلسطيني المطلق اللي لا يمكن المساومة عليه أصبح الآن موجود في قواميس الدول التي بدأت تراجع أنفسها في إطار مواقفها السابقة التي كانت تركز على الشكل وتنسى الجوهر. يعني بديش أذكر دول حتى لا أميز، هنالك دول عظمى ورؤساءها بدأت تتحدث عن الحق الفلسطيني بدون تسمية أسماء. هذا التعبير بدأ يدخل في قاموس الإعلام العربي في إطار مفاهيمه ومضامينه الموضوعية اللي هي تعكس هذا الحق. بدأ يدخل حتى في الإنتاج الفني والثقافي، بدأنا نسمع فيه في كل مكان. فهنا صار في عندك نقلة نوعية، هو أرسل إشارة، هاي الإشارة استوعبها الشارع التونسي، استوعبها الشارع العربي، استوعبها الشارع الدولي. سؤال أخير، دور وسائل الأعلام في طرح القضية الفلسطينية، فما بعض المغالطات اللي تجي من عدد كبير من المؤسسات الإعلامية العالمية والدولية، دور مهم نتصور تلعبه اليوم المؤسسات الإعلامية في ظل الوضعية الحالية اللي يعيشها أخواننا في قطاع غزة وفلسطين عموما. طلع جزء من استراتيجية القوى الاستعبادية مش الاستعمارية، لأنه كلمة استعمار كأنه جاي يعمر بلاد خربانة،
بينما استعباد هي إرادة الهيمنة ونهب مصادر هاي البلاد في الموضوع. يعني إحداثيات استراتيجياتهم الكل بعرفها كانت مركزة على خمس إحداثيات. يعني الإحداثية الأولى هي التزوير والتجهيل من خلال تهيئة وسائل إعلام وأفلام وكتابات وإلى آخره لتحول الحقيقة إلى كذب أو وهم والكذب إلى حقيقة، واستطاعوا استعمار العقول شعوبهم قبل شعوبنا لتسيير الأمور كما تريد هاي النخب اللي بتسمي حالها النخب أو المراكز طبخ القرارات والاستراتيجيات. الثاني إفساد الشعوب، يعني عملية الإفساد تضعف المجتمعات. يعني أنا بعتبر الفاسدين ضحية المفسدين، حتى في ديننا بقول لك لعن الله المفسدون في الأرض. يعني الفاسد لأنه شو بلاقي غرفة بروح بسرق له رغيفه بس المفسد هو اللي خلاه يصير غير قادر على إحضار الخبز لابنه. الثالثة فرق تسد، فرق اعزل تسد. الرابعة التفكير الإحباط والتيئيس من خلال منظومات اللي يسموها المنظومات الاقتصاد الحر والرأسمالية وإلى آخره، اللي هي أصبحت تتحكم في مساراتك وفي برامجك الاقتصادية وتفرض عليك الحاجة. يعني بطلت إن صرت أنت ممنوع تحدد حاجتك. وآخر إحداثية صنعوها لتبرير جرائمهم هي صناعة الأعداء الوهميين، فهن بحاجة لأعداء وهميين ليبرروا جرائمهم في الموضوع. وهذا ثبت أنه يعني حتى الحركات المتطرفة الإرهابية في العالم من مصادرهم في هاي القوة اللي بتعتبر حالها قوة عظمى، أنه هن اللي مولوا هاي الحركات لإقامتها لضرب شعوبها ويتحججوا فيها أنه هن بدهم يجوا ينقذوا هاي الشعوب. فلذلك المعادلة كشفت الآن في وعي جماعي في مجتمعاتهم في مجتمعاتنا، وبدأت هاي الاستراتيجية أنا في رأيي تنهار من داخلها. شكرا لك على حضورك ساعة بحثنا في ولاية القيروان، ونأكد لك اللي تونس وولاية القيروان داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية، يعني وتورثناها عبر أجيال. الحق الفلسطيني وهي القضية اللي تورثناها عبر أجيال. شكرا لك سيد سفير.